رمضان شهر الجود والكرم والانتصارات. رمضان وبشا وحردة يوتاقضة يقولها محط وحا اسكاله الله عالم كوردن ربي وآه كاسو كتاب كيسا كريم كأه كيري الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كوا بحيا حول هذا هبين إيو لراربة قرسودي إيو مقالبة وحي كمذن أجر كودا الله هذا أكتيسة عبسنا كركودا ما أهاتو إيو مروك مدنا وحان قريا إن إله كالجرين ألا كلي سموي من لها قف وحل وذاقو وحان قريا إن سيد كينا إيو نبي كينا ويهي الدون كيسا إيو رسول كيسا كاسو كوغيري حديث كيسا شرفت له ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. مال مجرته او ادومها ايوا بريستان حد يدعذنا وحا سو دغيا لو ملك ميد كودي وحو دها الى هيو بدل سي كان وح بحيا ميد كلنا وحو دها الى هيو بابا سي قف كان وح بحن الى هيو نحريس ايو نبتغليو نبي جينا كركي سيال إساقا إيو إهل كيسا إيو أصحاب تيسا إيو قفكي وناك كراعي إلى مالنتا أبال مرنتا إنتا سكدب دينتا إسلامكا ودينتا قيمها إيو قاياها له إيو أخلاق تصري وحا كمد أخلاق ذن وناكسن ودينتينا توسن أي نوغو ييرتي نغونا بوريسي إنان كودقنو وادغسيني مذا وخلق كمد أخلاق ذا رسوشا وصفو كمد صفوينك داتك صوبا وحا كدلانايا كالقعل إيو ولالتن نمو داتك دحذوذا تاس وحاي كدغيسا بلشذا مت سايساتا حوك له او كو لسان اسبهايسي ايو وحبحن سيدو كالي اخلاص ايو داعد نمو وحا كو دبوبيو حذلك رسولك نحريس ايو نبتغلي كوركي ساعته مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مؤمنين تساله هذا حق إس جعيل كوذا يو إس نحريس شدوذا يو إس دمرم توذا واسدا هل جر او كالي مركا حبن اي كشيغتو جر كودن ايا دريميا نفر ايو قندو ديق ذا واسفو كمد سفوينك اللي تبارك وتعالى وانا مقع كمد مقع يديسا صوبا الله سبحانه وتعالى وامدك ديق سيقاه او وح بحية او ان الباب كيس لحرين سيس مديسونا ايسان امانين قف كي توغنا ان لسو علينين قف كي رجاينا اونا هوغين نبيغينا نحريس يو نبتغلي كور كيسا عاتي وحوليهي ان الله كريم يحب الكرم
ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. الله و ديغسي أو ديغسي نمدا جعل وحونا جعل يهي أخلاق ذا مدة ذا سره وحونا نعب يهي مدة ذا حوسيسة وحو كلو لي يهي نبيغا نحريس يو نبذغل يكور كيسا هاته إن الله كريم يحب الكرم جواد يحب الجود. الله وديغسي أو ديغسي نمدا جعل وانا سخي أو سخي نمدا جعل. حديثك قدسك وحا كسو أرورتي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم إلى آخر الحديث. الدومدي ديو رمانتينا بادي آياتهين قفكي آن هنونيو مويه مركا إوي ديستا هنون آن إذن هنونيه. الدومدي ديو رمانتينا واد باهنتهين إوي ديستا قوت آن إذن قوذيه. الدومدي ديو رمانتينا وارضنتهين إوي ديستا هو آن إذن أرد بحيه. الدومدي ديو هبين إيو دراربا واد قفيسان دنبيغا أو دنّا أنيغا أيا دافا مركا دنبي داف إيغا دالبذا آن إذن دنبي دافي. أدو مدي ديو هدي كينا أغو هرية يو كينا أغو دنبية إنسيغينا يو جنكينا أي إسوغو يمادان ميل بنان أو أي إويديستان وحا أي دونيان أو آن mid kasta siiyo wuxuu warsaday wax bahantideeda ka dhimi maayaan waxaan ka ahayn irbad bad la geliyay ay ka dhinto biyaha badda. Wuxuu leeyahay nabigeena naxariis iyo nabadgeli korkiisa haatee yadullaahi mal'a laa yagiiduha nafaqa saxaa'u lleyla waalnahaar أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده قعنت إلهي ويبوح ذا وحبحنت نسقان ومكينتو هبين إيو درار أي قلقشا ما أركتين وحي وبحيي لغسوا بلابو مركو أبوري عررك إيو رولك مناقص وحي قعنتي سكجرا. قرآنك كريمك وحو عديي ديغسيني ماذا إني كمتهي أخلاق ذا أنبيا ذا يرسوشا اللي وحو ليري إساقو كهدليا قصة النبي إبراهيم نبدقل يكر كيسا عاتي هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. ما كسو غاري وركي مرتدي نبي إبراهيم اي شرفت لهيد مركي أقلين أوي سلامين إسنا أسلانتي أجوابي أويدي وحاتيهين كو آن لا أقونين مركاسو آذي إهل كيسة لنا يمد ديبي شلس أنا قورعي أنا سو دويي إساقو كله محاط أعوني ويدين تغسيني مدي سويني ديدا أوغيد أيا لوغو بحيي آبها مرتدا وحو نغو بوريي الله عزة له عز وجل إن غار كينا غار ككالي كراميان سيدي آن وهيلي لهين كرم كألة يو إن بذن فضلي جيسا ألا وحوليه هاي سبحانه ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم
wallahu ghafurur rahim. Yayna ku dhaaranin kuwa fadliga dheeraadka leh iyo hodannimada, inayan wax siinayn qaraabada iyo masaakiinta iyo kuwa ku hijrooda jidka Alle, hana iska caafiyaan, hana saamaxaan, miyaydaan jeclayn inuu idin dhaafo Alle, Ilaahayna waa dhaafe naxariista. Alle wuxuu leeyahay, mathalu alladhina yunfiquuna amwaalahum fii sabiilillaahi kamathali xabatin ambatat sabca sanaabil fii kulli sumbulatin mi'atu xabba wallahu yudaacifu liman yashaa wallahu waasicun caliim. Kuwa ku bixiya xoolahooda jidka Alle waxay la mid yihiin xabad masago ah oo bixisay 7 sabuul, sabuul kastana bixiyey 100 xabbo. Alle waa u labalaabayaa ajarka ciduu doono, Allana waa deeq badne oo og. Alle jalla wacala wuxuu leeyahay, laysa albirra an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriqi walmaghrib walakina albirra man aamana billahi walyawmi alaakhir والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين. سمو فالكو معها إناد وجيغا وجيدسان قرحة كصوبحة يو قرحة ودعا، لكن سمو فالي وروحي رمي الله iyo qiyaame iyo malaa'igta iyo kitaabka iyo nebiyada oo siiya xoolaha isagoo jecel qaraabada iyo agoonta iyo masaakiinta iyo musaafirka iyo kuwa tuugsada. Wuxuu leeyahay Alle, wayutcimuuna alطacaama calaa xubbihi miskiinan wayatiiman waasiira innamaa nutcimukum liwajhi illaahi laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shukuuraa inna nakhaafu min rabbina yawman abuusan qamtariira wa waqaahum allahu sharra dhalika alyawm wa laqaahum nadratan wa suruura. Waxayna quudiyaan cuntada iyagoo jecel miskiinka iyo agoonka iyo kan xabisan, iyagoo dhihi, waxaan idin quudinaynaa dar Alle, mana idin ka doonayno abaalmarin iyo mahadnaq midna, waxaan ka baqaynaa xagga Alleheena maalin wuji macbuus ah oo daran, Allana waa ka dhowray sharka maalintaas, wuxuuna siiyey nuur iyo farxad. Nebigeena naxariis iyo nabadgeli korkiisa ahaatee wuxuu leeyahay, anfiq yunfiq illaahu calayk, wax bixi Alle wax ha ku siiyee. Bisha Ramadaan waxay ahayd bisha deeqda iyo waxbixinta iyo siismada iyo isbahaysiga, welina way tahay. Nebigeena naxariis iyo nabadgeli korkiisa ahaatee wuxuu ahaa midka ugu deeqsinimo badan, wuxuu ugu deeqsinimo badnaa bisha Ramadaan. Ibnu Cabbaas, Ilaahay raaliha ka noqdee, waxaa laga wariyey inuu yiri, kaana Rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam ajwada annaas wa kaana ajwadu maa yakuunu fii Ramadaan xiina yalqaahu Jibriil wa kaana yalqaahu fii kulli layla min Ramadaan fayudaarisuhu alqur'aan fala Rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam ajwadu bilkhayri min arriixi almursala. Rasuulkii Alle naxariis iyo nabadgeli korkiisa ahaatee wuxuu ahaa midka dadka ugu deeqsinima badan, wuxuu ugu deeqsinima badnaa bisha Ramadaan. Markuu Jibriil la kulmayo, wuxuu la kulmi jiray habeen kaste ka mid ah Ramadaan, wuxuu la akhrisan jiray Qur'aanka. Rasuulka Alle
naxariis iyo nabadgeli korkiisa ahaatee wuxuu ka deeqsinimo badan yahay xagga khayrka dabaysha la soo diray. Nabigeena naxariis iyo nabadgeli korkiisa ahaatee wuxuu ku boorin jiray quudinta cuntada mar kaste. Wuxuu yiri, naxariis iyo nabadgeli korkiisa ahaatee, ayuhannaas, afshu salaam, waadcimu ta'aam, wasalluu billeyl, wannaasu niyaam, tadkhulul jannata bisalaam. Dadow, salaanta faafiya, cuntada quudiya, haweenkana tukada, dadka iyagoo hurdaya, jannada nabad aad ku gashiine. Wuxuu dadka jeclaysiiyey naxariis iyo nabadgeli korkiisa ahaatee karaameynta martida waqti kaste. Wuxuu yiri, man kaana yu'minu billaahi wal yowmi alaakhir falyukrim dayfa, qofka rumaysan ilaahi iyo maalinta aakhiro ha karaameeyo martidiisa. Wuxuu caddeeyey naxariis iyo nabadgeli korkiisa ahaatee quudinta cuntada iyo karaameynta martida bishan inay aad u ajar badan tahay. Wuxuu leeyahay naxariis iyo nabadgeli korkiisa ahaatee, man fattara saa'iman kutiba lahu mithlu ajrihi ilaa annahu laa yunqasu min ajri saa'imi shay, qofkii afuriyo qof sooman wuxuu leeyahay ajarkiisa oo kale isagoo aan wax laga dhimin qofka sooman ajarkiisa. Ajarkan waxaa helaya qof kaste oo afuriya qof sooman, ha ahaado hantiile ama faqiir, qaraabo ama saaxiib iyo wixii lamid ah. Oraahda rasuulka naxariis iyo nabadgeli korkiisa ahaatee saa'iman waa nakiro faa'iideynaysa cumuum, taasoo ah in qof kaste soo galayo iyadoo ay jirto quudinta dadka danta yar. Haddana waxaa jirto ujeedo kale oo sharci ah oo laga fahmayo hadalka nabiga naxariis iyo nabadgeli korkiisa ahaatee, oo ah adkeynta xiriirka dadka bisha samafalka iyo xiriirka inay ku kulmaan miiska qoyska iyo kan saaxiibada. Sidoo kale macnaha laga fahmayo xadiiska waxaa soo galaya qof kaste u afuriyey si dhab ah inuu cunto ugu yeeray ama raashin u diyaariyey ama si kale u afuriyo inuu ku sadaqaysto oo kale ama uu u hadiyeeyo wax uu ku afuro ama afur uu ku diyaarsan karo. Xadiiska labo arrimood ayaa loola jeedaa. Midda koowaad waa isbahaysi, in dhexdeena bishaan sharafta leh aan laga helin qof gaajaysan ama baahan ama wax haysanin. Midda labaad, in lays jeclaado iyo in la xoojiyo xiriirka bulshada dadka dhexdooda guud ahaan bisha fadliga lehna gaar ahaan. Asxaabta raali Ilaahay ha ka noqdee waxay noo soo bandhigeen tusaalooyin ugu qiimaha badan xagga wax huridda iyo siismada iyo bixinta hantida iyo nafta Ilaahay casa wajalla dartii, gaar ahaan waqtiga dhibka iyo rafaadka, iyadoo la xaqiijinayo isbahaysiga iyo isu kaalmaynta iyo isu naxariisashada. Waa kuwan ashcariyiinta nabiga naxariis iyo nabadgeli korkiisa ahaatee oo ku ammaanaya wixii dhexdooda ahaa ee isbahaysiga iyo isu kaalmaynta. Wuxuu leeyahay, إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم. أشعريين تا مركا أي هنتي ذوذا كويراتو وقتيغا دولانكا أما عنتدا عرورتوذا كويراتو أو كسوغان مغالدا هل مرو أي كسو شبان وحاي هيستان
kadib hal meel ayay ugu qaybsadaan si isla'eg, iyaga aniga ayay iga mid yihiin, anigana iyagaan ka mid ahay. Anas ilaahay raali ha ka noqdee waxaa laga wariyey inuu yiri, Abu Talha ilaahay raali ha ka noqdee wuxuu ka mid ahaa dadka ansaar ugu hanti badan, wuxuu ugu jeclaa beertiisii Bayruxaa, waxayna ka soo horjeeday masjidka nabiga, naxariis iyo nabadgeli korkiisa haatee intuu galo buu ka soo cabi jiray biyo fiican ay laheed. Anas wuxuu yiri, markay soo degtay aayaddan, ma gaaraysaan samafal intaad wax ka bixisaan waxaad jeceshihiin. Abu Talha nabiga naxariis iyo nabadgeli korkiisa ahaatee ayuu u tagay oo ku yiri, Rasuulkii Ilaahayow, Alle wuxuu kugu soo dejiyey aayaddan, ma gaaraysaan samafal intaad wax ka bixisaan waxaad jeceshihiin. Aniguna hantidayda waxaan ugu jeclahay Bayruxaa, marka sadaqo ahaan xag Alle baan u baxsaday, anigoo ka rajaynaya ajarkeeda xag Alle iyo kaydkeeda ee iga guddoon Rasuulkii Allow, oo sidii Alle ku tuso ka yeel. Nabigu naxariis iyo nabadgeli korkiisa ahaatee wuxuu yiri, waa khayr, waa maal aayatiin leh, wixii aad tirina waan maqlay, waxaan u arkaa inaad xigtadaada u qaybisid. Abu Talha ilaahay raali ha ka noqdee wuxuu yiri, waa yeelaa Rasuulkii Allow xigtadiisa iyo ilma adeeradiisa buuna u qaybiyey. Waxaa laga wariyey Ibnu Cumar ilaahay raali ha ka noqdee inuu yiri, nin ka mid ah asxaabta nabiga naxariis iyo nabadgel korkiisa ahaatee waxaa loo soo hadiyeeyey madaxri, wuxuu yiri, walaalkayga Hebel iyo caruurtiisa ayaa nooga baahi badan. Wuxuu yiri, wuu u diray mid kaste midka kale ayuu u dirayey, wuxuu gaaray 7 guri ilaa uu u soo noqdo kii ugu horreeyey. Waxaa soo degtay aayadda, wayu'thiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa, waxayna naftooda ka hormariyaan dadkaas xitaa haddii ay baahi hayso. Waxay ahaayeen ilaahay raali ha ka noqdee kuwa ku tartama deeqda iyo waxbixinta, waxay u degdegi jireen huridda, waxay u degdegi jireen huridda iyo siismada, iyagoo fulinaya amarka Ilaahay Caza wa Jalla iyo amarka nabigiisa naxariis iyo nabadgeli korkiisa ahaatee, iyagoo raba oo rajaynaya wixii Ilaahay Caza wa Jalla u diyaariyey dadka deeqda bixiya. Maxaa inooga baahi badan inaan ku dhaqanno khuluqdan weyn, taasoo ka fog bakhaylnimada iyo naf jeclaysiga? Nabigeenna naxariis iyo nabadgeli korkiisa ahaatee wuxuu leeyahay, maa aamana bi man baata shabcaana wajaaruhu jaac ilaa jambihi wahuwa yaclam. Ima rumaynin qofkii baryo isagoo dhergan, deriskiisana ku gaajaysan dhinaciisa, isaguna og yahay. Wuxuu kaloo leeyahay naxariis iyo nabadgeli korkiisa ahaatee, yabna aadam innaka an tabdula alfadla khayru lak wa an tumsikahu sharu lak wala tulaamu cala kafaaf wabda biman tacuul walyadu lculya khayru min ilyadi sufla. Ibna aadamow, inaad hurto dheeraadka ayaa kuu khayr badan, inaad haysatana way kuu shar badan tahay. Lagugu eedi maayo waxa kugu filan, kana bilow qofkaad biisho, gacanta sarana waxay ka fiican tahay gacanta hooseysa. Wuxuu kaloo leeyahay naxariis iyo nabadgeli korkiisa ahaatee, man kaana macahu fadlu dahr falyacud bihi calaa man laa dahra lah waman kaana lahu fadlun min zaad falyacud bihi calaa man laa zaada lah. Qofkii haysta gaadiid dheeraad ah ha ugu deeqo qofkaan haysanin, qofkii haysto cunto dheeraad ah ha ugu deeqo qofkaan haysanin. Waxaan oranayaa oraahdayda oo tan ah,
إلهي أيان دنبي داف ويديني يا نفتي ذي يو إذنك محد وحا إسكاله الله عالم كودن ربي واه نحريس يو نبتقليو كركي سه آتو متك لغو ختمي أنبياء إلهي يرسو شيسا أو آه سيد كينا محمد نحريس يو نبتقل كركي سه آتي إساق يو إهل كيسا يو أصحاب تيسا دمان توت ولا لها إسلام كأهو ديخ سينما ذا يهوريد نفتا وامد اوغو سر ريسو وحبيحنتا ديخ سينما ذا واسفة ذا داتك وناكسن يو دبعيغا بلستا وامد اوغو سر ريسا درجوينكا كا دورشا ذا يو نوع اوغو قيمة هبدا وحبيحنتا يو كرمكا قبياغا وحليه هاي يجود بالنفس اضن البخيل بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود نفت أيو هريا غورت بخيلك مسوغو نفت أو لهرو و ديق سينما ذا ميشا أوغو دنبيسا نوعية ذا ديق سينما ذا نفت كوا أوغو وين وحا كمدا وحا أو هريو أسكريغا رفيسكا كجرا أو دفاعية دل كيسا يو لول كيسا يو إهل كيسا يو شرف تيسا إساقو كو صبرايا أو در إلهي أي كتهي نبي جينا نحريس يو نبتقل كرو كيسا عاتي وحولي هاي عيناني لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرز في سبيل الله لبا إندو نارتا متابتو إل عبسيدة إلهي لأويسي يو إل باريسي إيادو ألا درتي واح أو إلا لنيسو وحوليه هاي نحريس ينبتقل كركي ساعاته مغبرة قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار الدون در إلهي عيه سا أما هبا صوبان أو أي مركز نار تتابته ما دعيسو هرد قفك نفتي سا وهره وحي دمان قاديسا ليبانك الدنيا يوكن آخره إلهي وحو يري يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون كو حق رميو صبرا صبر كنا كنا جادا دفاع كجرا كنا أورسادا الله وحد مدنتهين إنات ليبان تاني وحان شكي كجرين رمضان إنو يهي بش قولها بشن شرفت له أيو دعي دقالكي بذر إلهي عز وجل وحو كو كراميي مؤمنين تقول حقيسة كتمت إيغو تيرادودة إيو قلبكودة أي يرايين مركي لو فيريو عذوودة الله حقه سبحانه وتعالى وحليهي ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إلى آخر الآيات رب أهان بو إذن كو قرقاري ألا مالنتي بدر إذن كو تبرير إيكا عبسادة ألا وحاد نمودانتي إناتكم مهدسان مركات كل هيد مؤمنين تا ميوسان إذن كو فلنين إنو إذن كو حوجيو ربيجينا سدح كن أو ملائك أه أو صودقيا ونكافيان إيه حداد أتكيستان أو آت ألا كعبسطان أو أين إذن كو إمادان دقدقودة كان أه وحو إذنكو حوجينيا ربيجينا شنكون ملائك أه أو علاميسان وما يلين ألا أرنتاس بشارة دينا أوغيت موية يو إني كو حسيشو قلوب تينا إساقا غرغار آن ألا أكتيسا كإيمانينا مجيرو إي أه مت أذك أو فلسان بش رمضان أي دعدي فرشادة مكة سندك سديدات هجرية وقتك فرشادة نبيك نحريس إنو تقول كركيس أحاته وحو سميهي تصالح أغو في عن حق أخلاق ذا وناكسن قار أهان عفيسك إيو مسامح ذا إيو إسو دافد ذا إيو نحريس ذا وحو إسو كاني نحريس إنو تقول كركيس أحاته ددك إساق دبي أو سو ساري أو كوهشيي دل كيسة كدب وحو نهي
ما ترون أني صانع بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. محات أملي نيسان إنان إذنكو سمينيو وحيدهن ونك وحتى هي ولال في عن إن ولال في عن وحو يري بحا حر آياتهين بش رمضان وحا دعي دقالك طبنك رمضان سنتك كن سدح بغل سدح إساقاشنك هجرية ده لحظة أكتوبر كن سقال بغل سدح تطباتنك ميلادية دقالك عزة ذا إيو شرفت إلهي عز وجل وحو وافجيي عيدا كان قلب كسيدة أجي سياشة بربرنت خرافاتك عيدا كعذوغة أو شيغان جري إنان لغا أتكان كرين عيدا كان وحو كرفتي أرباحو ميركا كتكسيسي كبيركي سنة جوجيسي عالمك أودانا كو قصبتي تحقلين مصر يو عيدا كان قلب كسيدة أسكريغا مساريغا دقال لمايا هل قبسيغي سوحو أحا إلهي باوين وحونا انتاس كدر سدي صون يو صلاة يو دعو ربا وحا لهلي قول وين حد قدو بياشنا والا إريي هلكن وحان كحسينا وحا أي هرين إذن كان قلب كسيدا يو مسرتين قاليغا اه او اه شهد واوين او كورابيي دلك دولكيسا ليغودا يغو دفاعي دينتا يو دلك يو دولك يو عرضيغا ولي ايضان كينا قلب كسيدا او جيسياش اه ايا اه تيركا امانكا مسرتين قاليغا اه يو امدين عربتا يو اسلامكا ولي دقال شرف له بي كل جيران رقودة داعتك اه كوا ارقك حسادة او شرطة بدن مالين كست نفع سب اي هران دفاع امانك دالك يو نبت قلية ديسة يو عيسى ديسة يو شرف ديسة اوغود شهادة دا وحي اوغو دادالان كوا كلا سيدي نلاش اوغو دادالان وحي ديار ويهين إني هران وحكستو قالي أه سي أي الدفاعان عيد دلكن إني قعنت كجران قفكستو ربا إنو كو عيارو أمانك دلك يو حسيلوني ديسا وقاشانك أمدا يو سيفتي ذا إنتي تاريخ دا سوجرتي تاريخ دا أيانا أه مرخاتيغا أوفيان إلهيو نفتي نسي تقوى ذا ظاهري أذيغا أغفي عن قفوة ظاهرية أذيغانا أه قرقاري هيدا يو مولي هيدا